فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل يجوز أن يلتقي الرجل المؤمن بالفتاة المؤمنة من أجل النظر إليها وخطبتها بشهود الشهود، ولكن ليسوا بمحارم للمرأة لأنه لا يوجد لها محارم؟ كيف السؤال؟ ما يجوز النظر إلى الأجنبية إلا من يريد خطبتها، من يريد خطبتها ينظر إليها، إن صلحت له خطبها وإلا تركها. من يريد خطبتها ولا يحتاج شهود، يخلو معها مع وليها أو مع محارمها وينظر إليها، ما يخلو بها وحدها بل مع وجود محرمها، وينظر إلى وجهها إلى كفيها إلى رأسها، ما يرغبه فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما له ولي، ما له ولي المحكمة تتولى العقد لها. نعم.